واحد من الأساطير الذين اهتدوا بهدي الله عز وجل واعتزوا بإسلامهم وساروا على نور الإسلام وفارقوا ظلمات الكفر، فرانك هنري بيير ريبيري أو بلال ريبيري بعد اعتناقه للدين الحنيف، نجم ولد في 7 أفريل عام 1983 بمدينة بولون الفرنسية، عرف بولعه الكبير لكرة القدم والتي بدأ مزاولتها في سن جد مبكرة، تحديدا في السن 6 من عمرها في نادي حيه كونتي بولون والذي لعب فيه بلال لغاية موسم 96 الذي رحل فيه ريبيري للعب في فريق ليل لثلاث مواسم قبل أن يعود إلى ناديه الأصلي بولون موسم 1999 ويبدأ معه مسيرته الاحترافية في الدرجة الثانية الفرنسية التي لعب فيها 5 مواسم بين نوادي بولون أرلافينيون ستاد براستوا وميتز. عام 2005 كان عام مغادرة الشاب الفرنسي إلى تركيا وبالضبط إلى العملاق غالاتا سراي والذي بصم معه فرانك على موسم متوسط ليعود إلى فرنسا، ولكن إلى قطب من أقطاب كرتها هو نادي الجنوب أولمبيك مارسيليا الذي كان بداية مشوار تألق ريبيري الذي لعب آنذاك رفقة العديد من الوجوه الشابة والبارزة في كرة أحفاد نابليون تقدمها جزائري الأصل والفرنسي الجنسية سمير ناصري. بلال مارسيليا كان مخالفا تماما لبلال السابق وتحول من لاعب عادي إلى جناح طائر فنان ومبهر لم تتوانى العديد من الأندية العملاقة في القارة العجوز عن طلبها. الموهبة الشابة سرعان ما خطفت أنظار مدرب المنتخب الفرنسي دومينيك الذي ضمه إلى الزرق بعد إصرار الأسطورة زين الدين زيدان وليشارك بعدها فرانك رفقة الديك في مونديال 2006 والذي كان نقطة التحول في مشواره الكروي بعد أن بصم على مشاركة خسرت فيها فرنسا لقب الدورة الذي حازته إيطاليا. ويغادر بعدها بلال بلاد عاصمة الجن والملائكة صوب ألمانيا وإلى البافاري بايرن ميونخ أين بات اسم ريبيري علامة فارقة في عالم الساحرة المستديرة وحصل مع البايرن ميونخ على العديد من الألقاب المحلية والأوروبية ولا زال واحدا من أفضل اللاعبين في العالم إلى يومنا الحالي. بعيدا عن عالم كرة القدم وأحوالها فرانك عاش حياة صعبة في سباها ولم يكن ذاك الفتى مدلل في عائلتها نظرا لكونه كان فردا من عائلة تضم 6 إخوة ساكنة لحي شعبي بجنوب فرنسا لم يكن بذاك الحي الراقي. كما تعرض إلى حادث مرور خطير في صغارها كاد يخطف من الساحرة المستديرة نجما مستقبليا إلا أنه خلف ندبة على وجه فرانك. ريبيري لم يجد ما أراد من تعاليم دينية في المسيحية وظل يبحث عنها حتى وجدها في الإسلام والذي كانت إحدى أسباب اعتناقه لها زوجته الجزائرية الأصل وهبة التي تزوج بها وفق ما تنص عليه تعاليم الإسلام لتحول من فرانك إلى بلال وهو الاسم الذي اختارته له جدة زوجته الجزائرية مخفيا حقيقة اعتناقه لدين الرحمن إلى غاية مونديال ألمانيا 2006 والذي ظهر فيه ريبيري أمام العالم يقرأ الفاتحة قبل انطلاق أولى مبارياته في البطولة العالمية ويكشف بعد حقيقة إسلامه لأول مرة عبر جريدة باري الفرنسية قائلا بأن الإسلام سر من أسرار تألقها وواحد من أسباب تحوله من لاعب عادي إلى نجمة. ريبيري لم يعد بعد ذلك اليوم يخفي حقيقة إسلامه يفضل اسم بلال عن فرانك. Il vous demande qu'est-ce que vous préférez Franck Ribéry ou Bilal.
Par rapport à Allah, c'est Bilal. Voilà, c'est ça. Comme je suis musulman, ouais. Et je suis très fier d'être musulman. Et comme on dit, Alhamdoulilah. Et voilà, je crois à 100% à Allah. Et Inch'Allah qu'on continue comme ça. يرتاد المساجد ليصلي يصوم ويعتمر لبيت الله الحرام، كما لم يحتفل بعدها يوما بالخمور كبقية زملائه بحصد الألقاب. لا يرتاد الحانات ويصرح بكل فخر واعتزاز أنه ممن اتبعوا هدي الهدي واعتنقوا خير الأديان. On est chabain un grand respecteur fut des religions, fut في إيجيب في ألجيري في موروكو في 2020 ماني بين بريفات إسبيلال ورغم إش بين مسلم. كما شرف بناته بأسماء عربية جزائرية حيزية ونسرين، نظرا لعلاقته الممتازة بالجزائر والتي عبر في الكثير من الأحيان عن حبه لها. بلال ريبيري بالرغم من تألقه الكبير وحيازته على العديد من الألقاب الجماعية والشخصية، إلا أنه طالما يعتز بإسلامه ويعتبره مصدر قوته ومنبع إلهامه، ولطالما كان خير سفير لخير الأديان في ملاعب العالم. فحمدا لك ربي على تنوير العقول وتليين القلوب لدين الحق ولرسالة خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم.